يدخل النار الأجوفان الفم والفرج يعني بزبر ما عورة إفارميل الماء كار يعني هي تفرج هنا مزري تزتر عارف قد تكون زر شوي نعتبر تنفعي ابن بريدة أو قيوة تجس لغوي ابن عباس رضي الله عنه أخذ بلسانه وهو يقول ابن عباس وي بزبيو بتي وي قاعيو وي حكى قل خيرا من أتغت خير فوز شكل يحرومه قد زيوري بزبريه يبزبده بشي أشي دوب يحروم شكلهم غيك أنا جا شتى جزغو ونجتيو أو اسكت عن السوء تسلم شغتي وقنجت بسعو يتقن استتبس قلت بشي شتى ويبزبه وهاب ومخيه وقمخيه وطاقية قنجتيو قلت بشي شتى ألا فعلم أنك ستندم أمر ما زغانش جوجت يبزبده بشي أشي يا يبزبه بزبتك خير يحرقها تو نجر بزاقع إحزاحي تو نخو زغاز كتشو وجد أنا قيلو كتشو إيوه يا ابن عباس يا أبا عباس اشتأكتو إيوه تيقو أبا أنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده يعني صفني ويبقي أنا حديو كتير وزيغو نخو كتلو إيش بزاقو نار عورة بيبو نخو نخو بس عورة 24 ساعة من فرع العشرة ترزبا بزاقو نار لا 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 وشي موخي بشي أحزا عورة ترزبا عرفتي بزاقو يعني لأز شو تفرت يقولون أخوت ويزيدي وش يا بزو خير يحرقه أمر ما تكون أخو يا بزو برطع أمو تكون أخو برطع أكبرم في بزو ما تكوزني على هذا هي حديث يعني سو يفاتي كذا قصوة تجني إن شاء الله يا برر قذت عن بعض الصحابة كرت تشتغل ينم شو خبص يشتغل خير يفعز ويتكر إذا كنت يا إما شعرك يبو يعني واختي يعني ولا خبر فاضي أبدًا إنما زانت تشاو بشر تفتو إما تكت تفتو واختي بغوات خير عادية أنا في عشرة أعمال فرائض خمسة أول ما يعمله العبد يا قد دخل مبتسم من قيام ليل ناس صدقات ناس قول إنما الأركان الخمسة أركان خمسة حبت الحرب هنا ما زموا بسوء زكاة وبتوء زكاة طبعا تكتفن ويمنجوا حجم وبكوء أدرك ما بلا جحكي معني يب عمودك قد عمودك أنت صغير صفة صفة مي عمود فقر يفك تيمة تيمة كم في عديك تكتب كيف دقات ما تخزن كم يعني تفك أكمي عمود خمسة مش شو تنتج غبتش تحق التعفر نما زلا نتشر ما برسبا حجر إن شاء الله ده قصة شوط زبزم بس قصرة عين تدقق تعفر بيع زكاة أما زكاة تز قومي تفسي بكرة بوميسو شتى زكاة تارا بقش غاي سس تفاح وشو رو تكاز قوها بكلي ويس كم يعني زد وش يعني أبخا بقى قد بجد بل كيس تعفر زكاة ترزبا عرض يعني يكسس بسم الله زي جو نجرة 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 الحمد لله نما زل بسم شتى نما زل عمود عرض يعني هاتش وجين يعني زلت عمفل يعني سيش أخو بسر زبسهم كي قطعام يعني ناتجعتو قوت قزرع برم قطعام زبسهم كي يسكوتين تزوز تزجأس زفاب الصجرب عهد زادة توخو زدقاء يعني جماعة زازي مصرم تقوي ناتي غتد زي شرط يقاتل تعفر حتى تغزى جنرب ينم بس عهد عهد وقبصم يعني زغاش بشي يسكوتين مفابصل ساس قز بصرم وقوم شي سو زقوك في داسي مفوزة فغاش زبسهم كي فسفابصل فريقة فتقابس فشاش شقوة قزبصي هاي زادة تشتت بديك جرا معناته مش يسكت من فبصة فرس بعد يعني مش يسكت ما حتى الفك خبرة مش ولا مش يسكت ويش عصبة مش يسكت ويش شباب بس من كذا عزقين من دسبة وبسخي عن دسبة فرس بعد عارتي يعني قطع عنفت زقرية تغزر لا إكما في تي كقطع تلا بس لما عزز مصورة يعني مش زقرية تفاير تجاهل مش يسكت بس نجيب وزاد شعص مع معقولة ويغسى ويغسى مع فقس ويغسو وتخرجنا جهنم مش يسكت منا مازر ترز بعد عارتي عن زيف غاس ماش كوجن قيشو بدي أنا حما جون دي قيشو بدي مزيد قوة مزيد أنت تغطي عش كوجن تقص قوة من شو عملت دفع أنا يا شلل جا أركان خمسة ثلاث غر ثلاث غرام زف باش تقريبا حتى جنتة قي أبا قنبار عليه الصلاة والسلام يا رسول الله سبعتي وجنتة مسزري حتى جهنم بتشو سيشتر يا بتقريبا عفك يو أخي من القتاجي جنب جنتي بحاتوا لا أركان خمسة من أترتي أخي يا معاذ أركان خمسة من أترتي جنتي بحات يا أخي تتجرأت تري أركان خمسة حذر فاي وجنتي بحات
جهنم بتجيش دي صوت جهنم بتجيش الصوت يبي عايز نعمة جهنم بتجيش ويس يا رابعة فضل الجهاد قطعة جهاد ليس قطعة طيب معنا وزود رب إنما تحمل يذكر تحمل ينافر بس من دينر يا توش خنرا يبسط على وصول في ثلاثة قطعة أشد في الفرجة يا وجنر يا وجرة حفظ اللسان يعني يبقى زري بلا رزدك يبزر وجرة رزدك بسابة يقي يقي بلا فرائد خمسة مجا جا فرائد خمسة زيغونا خفتة توجه حفظ اللسان يا فرايد خمسة بالتجارات المزرعة حتى جهنم لكي يشتغل توجه كيف يقول ويبزاو تكوين أعتقد جي يا فرايد خمسة من أعتقد ويبزاو غلالة وبشي فرايد خمسة لو نخو خلي تابع أركع نزو شوي عني بزاو قلنا فرايد خمسة وقتي الحاة حم أركع يعني خمسة رما في بشاق زالك يوم هاج خجن إناية الدفعات طيب بارك الله فيكم